الانوار. مساء الأنوار يا كابتن مدحت، ازي حضرتك؟ يا رب يخليك يا ابو كباتن. يعني هل اعتذرت بالفعل عن ودتي الصين يا كابتن ايمن؟ اه كابتن، هو الماتشين كانوا 4 و9، الصين عايزين نلعب فيهم 4 و9، 4 10 و9 10، نعم. والكابتن حسام والكابتن حماده النصر طلع المشرف على المنتخب، قعدوا لقوا ان 4 10 ده هيبقى صعب، عشان في الاهلي والزمالك عندهم ماتشات في الكونفدراليه قبل النهائي، نعم. واللاعيبه المحترفين عندنا 3 لعيبه محترفين دلوقتي في بره مصر هيجوا يوم 5 10. فالعدد هيبقى قليل جدا ان احنا نروح نلعب المباراه الاولى يوم 4، فحاولنا ان احنا نقول لهم نلعب مباراه واحده، طبعا يوم 9 هيبقى صعب لان الصين سفريه طويله، فمحتاجين ان احنا نلعب في الوقت ده المباراتين، نستفاد بالفيفا دي من 5 ل 13 10. يعني ده السبب ان احنا كان نفسنا نلعب المباراتين، وقلنا لهم ان احنا نلعب 8 10 و11 10 بعتنا لهم، لكن للاسف هم كانوا عايزين التاريخ 4 10 و9 طيب 10. هو احنا المفروض يوم 9 10 اللي هي المباراة الودية الثانية هيبقى الفريق مكتمل. هل الماتش الاولاني كام لاعب عندك من الاهلي والزمالك كابتن ايمن؟ اللي عندنا حوالي 10 لعيبه اهلي وزمالك، من ثلاثه مجموع محترفين، كام؟ 10 لعيبه، وفي احمد حسن كوكا محترف في برتغال. البرتغال، وعندنا عمرو ورده في اليونان، وعندنا محمود حسن تريزيجيه في بلجيكا. ثلاثة يبقى 13. العدد اللي كابتن حسام بيحسبها ان هو عايز القوام الاساسي، لان احنا خلاص البطوله اغابت في السنغال. عايز القوام الاساسي يكون موجود، كله موجود معاه عشان يستفاد بالمباراتين، يبقى مباراتين على مستوى عالي، بس الاساسي كله يكون متواجد معاه. فاحنا عندنا كابتن مدحت الفقعه بتاع نهائيات السنغال بطوله افريقيا الالعاب الاولمبيه المؤهله لريو دي جانيرو، يوم 13/9 الاثنين الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. فعلى ضوءها هيبقى في المجموعه الثانيه اللي مش هتبقى موجوده معانا 4 فرق. فاحنا الاربع فرق ان شاء الله للمجموعه الثانيه هنتكلم معاهم على اساس ان احنا تلعبوا ماتشين شهر 10 نعمل مباراتين مع المجموعه فرق المجموعه الثانيه، ودي هيبقى احتكاك قوي جدا في البطوله في المجموعه الثانيه. وشهر 11 يكون عندنا برضه فيفا دي قبل البطولة، هنعمل مباراة أو مباراتين تانيين إن شاء الله. تمام، بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن أيمن، أشكرك.